Membaca dari surah Al-Ahzab bermula dari ayat yang ke-53 dengan membawa dua maqam wajib, jiharkah dan rast. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم
والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن
ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Demikian tadi persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan dari peserta yang pertama pada malam ini, beliau iaitu Zul Hashimi bin Muhammad Yunus mewakili daerah Bentong. Majlis mengucapkan terima kasih di atas persembahan bacaan sebentar tadi.